السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه التغطية حول عملية بركان الغضب. نرصد في هذه التغطية ردود الأفعال المحلية والدولية، ونتابع سير العمليات العسكرية، وأيضا نتابع الأوضاع الإنسانية. معي في هذه الساعة من التغطية الأستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي عبر الهاتف. السلام عليكم سيد جمال. مبارك إن شاء الله. اهلا وسهلا بك سيد جمال، احييك واحيي الضيفين الكريمين ضيوف الكرام والمشاهدين. اهلا بك. هل معي ضيف اخر الان جاهزين؟ طيب سيد جمال، لو نبدا بموقف الاتحاد الاوروبي، وربما تقدم خطوه الى الامام وصدر بيان من مجلس الرئاسي حول الاشاده بهذا الموقف وادانه العدوان على طرابلس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الموقف وإن كان يعني متأخرا، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. والموقف قراءتي لهذا الموقف، هم كانوا صار نوع من العطف الموقف الأوروبي من الفرنسيس في البداية. كان في مشروع قرار إدانة واضح وأقوى حتى من هذا القرار في البداية. لكن معروف لدينا جميعا الموقف الفرنسي كيف عرقل هذا القرار، وصار نوع من الإهمال للموضوع، وبعدين صار راقبوا المشهد ووصلوا إلى قناعة جميعا بما فيهم الفرنسيس. حتى قبل لا يصل السيد سراج إلى أوروبا، وصلوا إلى قناعة أن هذا عدوان جلي بيه ضرب وقتل الأسرى راقبوا وطلعوا على كل شيء، فحسموا امرهم واخرجوا هذا البيان. البيان في يعني في صالحنا الحمد لله، وفي صالح حكومة الاتفاق، وفي صالح العاصمه، وهو ولا نعم نريد اكثر من هذا. نريد كنا نود ان يكون البيان كامل، وطلب منهم السيد سراج والوفد الصادق له بان تعود القوات المعتد من حيث اتت، ولكنهم لم يشيروا إلى هذا، لأنهم في تقديري هم فلسفتهم يعني أن يأخذوا الأمور خطوة خطوة، لا يرفعوا السقف لكي لا يعاند حفتر ومن معه من القوى الإقليمية الغاشمة، الإمارات والسعوديين والمصريين. نعم. لكن سيد جمال، ربما لا زال الموقف الفرنسي مراوغ الآن تصريح لودريان بأن تحرك حفتر وعدم مبادرة السراج أفشل العملية السياسية كما يقول. يعني هل كان يتوقع من عدوان حفتر على طرابلس أن تكون مبادرة السراج بالتسليم له حتى يتم كل شيء؟ الحقيقة شيخ عبد الله، فعلا يعني هذا الرجل وزير خارجية، هذا كان وزير دفاع في الحكومة السابقة، الرئيس السابق، وشفت لأن ليس معلومات، ولكن الحقيقة بالتحليل جازفت، لأن يعني يبدو أن هناك صفقة تحت الطاولة لهؤلاء الوزراء القريبين، الشخصيات القريبين من التقاعد، من صفقة مالية ورشوة من الإمارات ومن السعودية، لأن الإمارات تستخدم في سياسة لكل شخص ولكل رجل ثمن، نحن نستطيع أن نشتري أي أحد. يبدو هذا الموقف المتعنت مش مثل ما قلنا جميعا كمحللين صفقات لفرنسا وتجارة شراء سلاح موجود هذا، ولكن نحن الآن فعلا نستطيع أن نقول أن هناك ما وراء الأكمة، هناك في صفقة كبيرة في أرقام رشاوي تقولين. الحقيقة أنا التقيت الشيخ عبد الله أول أمس بشخصية صحفية من صحيفة إنجليزية، صحفي بريطاني من صحيفة من الصحف الرصينة، ولا أريد أن أسميها الآن، أشار إلى نقطة مهمة جدا. جلسنا وتحاورنا، وكان معنا شخصية أخرى من الثوار، وتحاورنا حوار طويل جدا، وأشار إلى، قال عندي شخص صحفية مقربة من الرئيس ماكرون، ووصف الموقف الفرنسي الآن بالمرتبك والمشوش. قال ماكرون ومعاه بعض الشخصيات والمؤسسة يعني يحاولون يقنعوه بأن حفتر صار يعني عبئا على فرنسا، وأنهم
راهنوا على جواد الخاسر وبأن سلوكه سيء جدا وبأن يفسد العلاقة مع الليبيين على المدى البعيد. ولكن الطرف الآخر الحرس القديم كما قلنا اللي على رأسه هذا الوزير الخارجية هذا المعادي لليبيا واللي عنده علاقات متميزة مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في صفقة كما قلت لك يربك المشهد ويقول له يعني حسم الموقف وحارب الإرهاب وهذه المعزومة. وبالتالي القول بأن سراج هو الذي يعني يساوي السيد سراج بحفتر بأنه تسبب في هذه الأزمة من جانب بصورة أو بأخرى هذا قول يعني ظالم وكلام طيب غير مقبول. طيب معي الآن السيد هشام سمير قائد الميداني. السلام عليكم سيد هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. لو تطلعنا على آخر مستجدات وتقدم قوات الجيش الليبي في هذه في منطقة جنوب طرابلس. بالنسبة لنا المحاور الأربعة من المحاور طبعا باقية في تمركزاتها من مدة 3-4 أيام ماضية لصناعة سد معين لصد هجمات العدو. الآن عندنا محور الأسطواني هو اللي فيه تقدم وفيه اشتباكات من ساعات الصباح الأولى لإعادة السيطرة على بعض المناطق من ضمنها منطقة طويشة وإعادة تمركزات جديدة لإعادة تمركز المحور بالكامل في اتجاه معين للتقدم بالكامل في اتجاه المطار. بالنسبة لمحور المطار طبعا أخذ التمركزات الكاملة في اتجاه أيضا التحام بمحور الثواني للالتفاف بالكامل على المطار. طبعا العدو متمركز في منطقة القصر ومنطقة القصر طبعا تقدم كل المحاور في اتجاه منطقة القصر للسيطرة على منطقة القصر من تم سيطرة كاملة على طريق وادي الربيع. وهذا طبعا في الأيام القليلة القادمة طبعا احنا في الثلاث أيام الماضية نتعامل بالأسلحة الثقيلة لضرب تمركزات العدو الخلفية لانتهاك قوته واستنزاف ذخيرته ومن تم تقدم المحاور بالكامل في اتجاه منطقة القصر. وكيف كان تعامل سلاح الجو الليبي مع عصابات حفتر؟ طبعا سلاح الجو الليبي كان ممتازة جدا بالذات في الأيام القليلة الماضية. طبعا تمركزات كان ضرب دقيق جدا وكان ضرب بكل مصداقية بكل قوة. وطبعا احنا كنا يعني أسلحة الجو ممتنين من عملهم وأنهم عمل ممتاز جدا ودقيق جدا وساعدنا أيضا في تقدمنا في بعض المحاور وفي ضرب باقي تجمعات الإرهابي حفتر اللي متقدمة من منطقة الهيرة ومن منطقة جنوب الرياض. نعم. طيب ورد في بعض الأخبار بأن هناك طائرة استطلاع تابعة لعصابات حفتر قد تم إسقاطها، هل لديك معلومات حول هذا؟ والله معلوماتنا قليلة جدا على صفحات التواصل الاجتماعي ولكن أعتقد أن هذا الأمر كان صحيح يعني نحن ما مصادر موثوقة ما سمعناش ولكن في صفحة التواصل الكلام عن ذلك. طيب سيد هشام ربما الآن السؤال عن المناطق مثل قصر بن بشير يعني لماذا لا يتم إخلاء المناطق حتى التي في الطريق الموصلة لقصر بن غشير بحيث يسهل تقدم قوات الجيش الليبي لتطهير هذه المناطق جميعا من عصابات ومجرم الحرب حفتر؟ طبعا اخلال السكان من المناطق طبعا لان احنا لم نصل الى هذه المناطق لن نستطيع اخلال المناطق هذه ولكن السكان باقيين في اغلب باقي في منازلها نتيجه لضغط من عصابات حفتر تبقى كظروف بشريه وتبقى ان احنا ما نقدرش حتى نتعامل بالاسلحه الثقيله لان العائلات هذه موجوده والمنازل موجوده فيها لا فاحنا التقدم كان بطيء جدا في منطقه القصر نتيجه لهذا العوائق. نشكرك سيد هشام مسمير القائد الميداني، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. معي أيضا السيد عصام الزبير. السيد عصام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكرام
وأحييك وأحيي القناة وأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد عصام الزبير الكاتب الصحفي والإعلامي، ربما أيضا كنا نتحدث في بداية هذه التغطية مع السيد جمال عبد المطلب حول موقف الاتحاد الأوروبي وتقدمه قليلا في اتجاه إدانة عدوان على طرابلس، وصدور بيان من الرئاسي يثمن هذه الخطوة، لكن يبقى لا زالت فرنسا في مراوغاتها السياسية، وربما بعض التصريحات مؤخرا مثل تصريح لودريان. أولا هو لودريان هذا حقيقة يصرح بشكل مستمر، وتصريحاته تناقضت هذه الأيام مع بعضها. قبل يوم أظن يعتقد أنه قال بأن كنا قريبين من الحل، وكانت الذهاب إلى المؤتمر الجامع سيحل المشكلة، لكن حفتر أربك هذا المشهد. بعد ذلك نجده يتكلم ولا يريد أن يعفي أو يخرج حفتر من الحل الأزمة، مما يجعل الأمر متجه إلى وجود حفتر، حتى أن الاتحاد الأوروبي رأينا حقيقة لابد يشاد بموقف رئيس المجلس الرئاسي عندما ذهب إلى هناك وعقد العديد من الاجتماعات، وأبرز بموقفه حقيقة الذي يشاد به بأنه لا وقف القتال حتى رجوع هذه القوة المعتدية إلى مكان انطلاقها. وهذا ما أصبح الآن الاتحاد الأوروبي يجد شدة من الطرف الذي هو في المنطقة الغربية، وعلى استمرار المعركة وعدم إيقاف القتال، ورأى اندحار بالنسبة لتلك القوة، ولا يريد البعض مثل فرنسا أن تختفي قوة حفتر، ولذلك يريد الحفاظ على بعض منها والحفاظ على تمركزها كي يتم تأهيلها مرة أخرى والعودة إلى الهجوم، وهذا خداع طبعا فرنسي معروف. وأيضا يريدون بها التأثير على القرار ووضع حفتر على أنه موجود في القرار السياسي، وهو ما دفعنا حقيقة في ظل وجود تخاذل في الفترة الماضية، ولا نريد أن ننبش الماضي مثل ما تحدث المفتي الجليل الشيخ صادق الغرياني، لأنهم عن طريق فرنسا دفع حفتر إلى العملية السياسية، وهذا واضح في مؤتمر لقاء باريس، وهو الذي جعل من حفتر رقما موجودا في المعادلة الليبية بعد أن كان عسكريا يربك المشهد بعمليات الاشتباكات والصراع على الكرسي من أجل أن يجعل نفسه رئيسا للدولة ويحارب متهات وتداعيات محاربة الإرهاب، والأمر كان مفضوحا أكثر. لكن مؤتمر باريس حقيقة غلف هذه الأمور وجعل منه موجود في العملية السياسية بالرغم من أنه عسكري، ولهذا دفع حتى بعملية توحيد الجيش في مصر وأطفي عليها بمبعوث الأمم المتحدة. وربما سيد عصام الآن فرنسا تحرص أن تكون أن يكون لقاء باريس والباليرمو وأبو ظبي مرجعية لأي حوار وأي تفاوض سياسي. نعم، هم يحرصون على ذلك لأنهم في هذه المرجعية هي فيها خدعة، ويجب على السيد السراج أن يلتفت إليها، لأن المرجعية ستكون بيتشني، لأنهم وضعوا طرفي الصراع حفتر والسراج، ولذلك هم يريدون الرجوع إلى هذه الأطراف وإلى التعامل مع حفتر، بالرغم من السراج وكل من هم موجودين في الآن، في يعني مش كلهم حقيقة زي الأستاذ فتحي بشاغة وحتى محمد العماري يرفضون، وحتى المجلس الأعلى للدولة يرفضون وجود حفتر في العملية التفاوضية، ولذلك هم يريدون الرجوع إلى هذه اللقاءات بتشكيل أن حفتر طرف، ولذلك هذه الأطراف لا تريد حفتر، ولذلك يجب المرجعية إلى القوانين والتشريعات الليبية، وعليش حتى نرجع للاتفاق السياسي، لأن حفتر لا يمثل شيء في الاتفاق السياسي، ولا يعترف بالاتفاق السياسي، ولا يعترف بحكومة الوفاق، وأيضا لا يعترف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وهذا الذي كان يجب على السيد السراج أن يتعامل به عندما يجب أن يجلس ويقول أن هذا لا يتعامل معنا ولا يعترف بنا، ولذلك عندما يتم التفاوض داخل الدولة مختلف عن التفاوض بين دولة ودولة، احنا الآن يعاملوا فينا كأننا نفاوض دولة مع دولة أخرى معتدية، ليس بين قضية داخلية أو قضية محلية، لا يتعاملون عنها كأن شأن خارجي، وهو حقيقة قد يكون شأن خارجي لأنه صراع دولي دفع بأبناء ليبيا من وراء مؤامرة وراء هذا الأزرب العزوز الأزرب الذي هو حفتر،
والذي يستغل الأطراف الدولية في محاربته، ويستغل أن الغرب به تيار إسلامي وأنهم إرهابيون ومتطرفون وأن داعش وغير ذلك من الكلام والقاعدة، وهذا الكلام هو عاري عن الحقيقة. وأنا أستغرب حتى الآن، يجب أن يعمل الآن بمطالبات برحيل غسان سلامة من ليبيا، يجب أن خاصة أنهم أهل الشرق يعني أهل البرلمان يطالبون، أهل البرلمان الذين في الشرق يطالبون بذلك. لماذا لا نطالب به نحن؟ ماذا فائدة هذا الإنسان الذي يعيش في أمان في طرابلس ويتكلم بأن موجود فيها دواعش وموجود فيها متطرفين، ولا يلتفت إلى هذه الكلمات بأي انتقاد، ولا يستنكرها ولا يدينها؟ لا، وكذلك يعلم جيدا بأن هناك قوات موجودة لمكافحة الإرهاب في العاصمة في يعني في ليبيا في المنطقة الغربية، وأيضا المنطقة الغربية هي التي حاربت داعش في البنيان المرصوص. نعم. ومع طيب هذا يتغافل. طيب سيد عصام، دعني أعود إلى السيد جمال. سيد جمال عبد المطلب، أيضا ربما فرنسا من ضمن هذا التحرك أيضا هي تقترح، أو كما رشح من مسودة مقترح فرنسا حول إيقاف إطلاق النار بنقاط، منها فصل القوات المتحاربة وتثبيت حفتر في ترهونة وغريان وبعض المناطق الأخرى في جنوب طرابلس، وكذلك وضع قوات دولية محدودة ربما لمراقبة إيقاف إطلاق النار، وربما هناك أمور أخرى. نعم. الحقيقة يعني ولا فخر شيخ عبد الله، أنا أول واحد في النشطاء والمحللين أشرت أن الفرنسيين والمصريين والإماراتيين والسعوديين، الفرنسيين بالذات لأنهم يعرفون السياسة، لن يعني بيطالبوا بوقف إطلاق النار وبيطالبوا بحل وسط، لن يطالبوا بثبات قوات حفتر في أماكنها هنادي على تقوم العاصمة، ولكنهم سيطالبون بهذا الكلام اللي قلت حضرتك الآن اللي رشح الآن عن تقارير واستخباراتية وغيرها، سوف يطالبون ببقاء حفتر في ترهونة وفي غريان وفي الجبهة. عارفين هم مسألة بيحاولوا يشقوا ما بين، وأنا حذرنا، نحن حذرنا السيد سراج وبقية أعضاء المجلس الرئاسي والثوار والقيادات العسكرية من هذه الحلول المائعة، الحلول الوسط. يجب التمسك بالموقف الذي أعلن عنه الجميع، أعلن عنه سيد فتحي بشاغة، قال أن حفتر صار من الماضي نجلس معه، هذا مجرم. أعلن عنه السيد محمد العماري، أعلن عنه السيد أيضا عتيق، رغم من أن هناك قبل في نوع من النقد من عتيق بأنه تاجر وأنه دائما يبحث عن إلى آخره، ولكننا نحن مثل ما قال شيخنا شيخ الصادق الآن لا نريد أن ننكأ الجراح ولا ننتقد أحد، الآن نحن في معركة، لا نريد أن نعطي ذخيرة وذريعة للأطراف الأخرى وهي تسجل حلقاتنا وكذا وتجتزئ منها وتعمل نوع من الفتن بيننا. السيد السراج عندما ذهب في الليل لحي الانتصار وأبو سليم وشاف النساء المقطعات والأطراف، وصف حفتر بالمجرم وقال هذا سوف يحاكم وسوف وسوف وسوف، وقلنا وأنا قلت في الجزيرة السراج غسل يديه من حفتر. يجب، وصلاح البكوش الأستاذ صلاح متخوف، قال أنا أخشى بعد أن تضع الحرب أوزارها ونقهر حفتر، أخشى أن شخصية سراج عندما يدعى إلى المفاوضات مع حفتر من قبل غسان سلامة والمجتمع الدولي أن يذهب ويضعف. نحن لا نقدس أحد، نحن لسنا مثل الكرامة، نحن نحترم هؤلاء المسؤولين، ولم يأتي بهم الصندوق، نعم جاء بهم المجتمع الدولي معترف بهم، والآن احنا معترفين بهم خذوا المعركة، لكن يجب أن يحترم دماء الشهداء ويحترم التضحيات ويثبت بموقفهم، ولا تغط عليهم لا وزير خارجية فرنسا ولا ميكرون ولا غيره. الكلمة للثوار وللمقاتلين وللجيشنا وللأرامل. وربما سيد جمال عبد المطلب لو اتخذت خطوات حقيقية في
مأساسة القرار السياسي، بحيث نحن لا نؤيد الدكتاتورية بأي صورة من الصور. الآن هذه التضحيات التي يقوم بها شباب القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ليست لأجل صناعة دكتاتور، بالتالي لا يمكن أن يكون قرار في يد فرد واحد يمكن أن يشترى أو يمكن أن يضعف. الشيخ عبد الله، نعم أنا معك، لكن المشكلة في مشكلة الآن يجب أن يعني إحنا في موقف قوي، مناش ضعيف، مناش ضعفاء، الذي تاريخيا الساسة دائما ينفذون قوتهم تستمد من المقاتلين ومن الجبهات ومن الشارع ومن الرأي العام ومن النشطاء ومن رجال الدولة. الساسة هم، وبالتالي نقول الآن هناك اللي أشرت لي حضرتك التقارير موجودة، لأن وزير خارجية فرنسا استخدم كلمات غريبة وعبيطة ورددنا عليه جميعا، ورد عليه السيد السراج حفتر لم يأتي ضابط من الجيش الليبي، لم يأتي من العدم، وهو مسيطر على بقاع كبيرة في ليبيا وعنده أنصار، وبالتالي يعني سيد السراج وأنتم في طرابلس وحكومة الوفاق ومن معكم لا نستطيع أن نبعده عن المشهد، إذا أردنا حلا سياسيا لابد أن تجلسوا معه. هم يقولون ذلك، نحن نقول السراج قال في لقاء في فرنسا 24 وقال هذا للرئيس ميكرون، نحن نقبل وبشغى وكل رجالاتنا عسكريين ونحن معهم جميعا والثوار، نقول الآتي، نحن نرحب بشخصيات من إخواننا من المنطقة الشرقية، من برقة، لنستخدم هذه العبارة التي يحبونها، من برقة، شخصيات محترمة، في ناس مثقفين، أساتذة، أطباء، مشايخ، ثوار، مقاتلين، رجالات حتى من الكرامة، نحن نجلس معهم ونصل معهم إلى حلول لإخراج الوطن من هذا النفق، ولكن حفتر ليبحثوا عن حفتر جديد، ليبحثوا عن عسكري آخر، ليبحثوا عن شيخ، ليبحثوا عن أي شيء، لكن قصة التمسك بمسألة حفتر، هذا حفتر صار من الماضي لأن يديه ملطخة بالدماء، بدماء نسائنا وأطفالنا، المرأة اللي ما زالت في العناية للتجورة لأولادها أيتام محمد وعبيدة، ما زالت أصواتهما ترن في رؤوسنا وفي آذاننا، لا يمكن بعد هذه الجرائم وهذه التواريخ العمياء نجلس مع حفتر، حتى لو طال أمد الحرب، نحن الأقوى، هم الآن جيشهم يتآكل، ورأينا بالأمس كتيبة كاملة سلمت نفسها، ونحن نشتغل وسوف نأتي بأسلحة نوعية نضرب بها هذا الطيران الليلي المجرم، وسوف ندافع عن العاصمة، وهذه هي المعركة الأخيرة، معركتنا الأخيرة، إذا خسرناها خسرنا فبراير مرة أخرى وربما حتى إلى الأسف. نعم. سيد جمال، أرجو أن تبقى معي، كذلك السيد عصام الزبير، وأستأذنكما وكذلك الأخوة المشاهدين إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. هذا الطيار مرتزق أجنبي يطير على 123، هناك من يقول أمريكي جنسية. عند الدور الإماراتي ومدى توغل أبو ظبي في مستنقع الصراع في ليبيا، حيث أكدت أيضا مقتل 3 ضباط فرنسيين خلال مهمة في ليبيا. أوقف الأمن التونسي 13 فرنسيا على الحدود الليبية مع مصادرة أسلحة وذخائر حية، ونتمنى روسيا تدخل في الشأن الليبي بقوة.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. انضم إلينا دكتور إبراهيم كرشمان المحلل السياسي. السلام عليكم دكتور إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله دكتور عبد الله، مرحبتين بك. أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم. الآن ربما حفتر في السعودية وكذلك ربما الأيام القادمة يكون في فرنسا، هل هي جولة استغاثة أو أخذ أوامر جديدة أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دكتور عبد الله، نعم، تحية ليك ولمشاهدي قناة التنافح، قناة الأحرار، التي أنا دائما أقول هي القناة الوحيدة التي ما زالت تحيي الروح الوطنية، روح فبراير، في جميع أبناء ليبيا. أنا البارح كتبت تعليق حقيقة في واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي، قلت يبدو أن مجرم الحرب عجوز الرجمة يحاول أن يعتنق الإسلام، ومن أول خطوة من اعتنق الإسلام شيء بيعتنق. هذه أول نقطة. القصة ما هيش قصة عمره ولا قصة شيء، القصة قصة طلب. هو طبعا ما عادش يقدر يتحرك، ويحركوا فيه زي البيدق على الرقعة بتاع الشطرنج بالضبط. لما أكل صفعة من الصفعة الأولى لما لم يستطيع أن يستفيق، وعندما استفاق وجد جرس الهاتف يرن تعال يا بسرعة. ولهذا هو ما أوصله إلى السعودية هو تلبية النداء لأسياده فقط، إنه لا يملك قرار لا في نفسه. أنا متوقع أن بعد السعودية بعد ما يكمل بعد ما ينهي مناسك العمرة قد تقله الطائرة إلى الليليزي مرة ثانية لكي يأخذ بقية الدروس قد في نفسها. الجزء الأول حقيقة من الحلقة أنا كانت عندي فيه ثلاثة نقاط أساسية يجب الاعتماد عليها. النقطة الأولى هي لا يسطرهم أولئك الأبطال، أولئك الرجال أسود الوغى في جبهات القتال. هذا المبدأ الأول. لا. الانتصارات التي كل يوم نشاهدها ما هي إلا يعني فجر النصر أصبح يلوح في الأفق من قريب. هذه النقطة الأولى. لا. النقطة الثانية، الموقف الذي اتخذه السيد سيد السراج كان موقف إيجابيا وقويا، ويجب أن يتمسك به في جميع لقاءاته القادمة، ويجب أن يأخذ رحلات مكوكية ثانية لدول أخرى وإن كانت صغيرة في الرقع ولكن عندها دور. هذه حاجة، ويكون نفس الموقف القوي، نحن لن نتراجع ولن نقف الحرب إلا ما عندما يعود عجوز الرجمة من حيث أتى يجر أجل الخيبة. النقطة الثالثة وهي الموقف موقف ذلك الرجل القوي فتح بشارة. فتح بشارة الآن تزف مدينة مصراتة أكثر من 80 شهيد، يعني عدد الشهداء الذين قدمتهم مدينة عرين الأسود يضاهي باقي الشهداء من جميع مناطق ليبيا في المنطقة الغربية. هذا الرجل يتكلم بحرقة وطنية وبحرقة محلية على أبناء تلك المدينة الفاضلة. ولهذا يجب أن يتفق الموقف العسكري في الميدان والموقف السياسي. سماحة المفتي اليوم أطال الله في عمره وبارك الله فيه زاد أكد على كلمة قلت أني أمس حقيقة في قناة التنافح، وهي يجب عدم إتاحة الفرصة لمبعوث الأمم المتحدة وليس المتحدة أي فرصة بأن يتقابل أو يتشاور أو يتناقش أو يترفس الكذب أمام القوات المسلحة الليبية والتوار الذين يساندون القوات في جبهات القتال. أما حتى هي زيارة للسعودية وزيارة لفرنسا وزيارة لمصر وزيارة الإمارات ما هي إلا تنفيذا لبعض السطور اللي كانت مفقودة في تعليماتهم الأولى. هذا يجب أن يفهم كل إنسان عاقل ولا يغطي عين الشمس بالغربان. وربما تغيرت المعطيات أمامه، هناك أمور تحتاج إلى التشاور مع الداعمين لعملية العدوان على طرابلس. أما من موقف السيد السراج وحكومة الوفاق، يجب زي ما قلت في عدة تداخلات ومداخلات يجب أن تكثف زيارات ليس غير رئاسية، حتى برلمانيين، حتى ناس أعيان يتصلوا بالبرلمان الفرنسي بالبرلمان الإيطالي. أنا قلت لك حتى السعودية حتى الإمارات اللي واضحة عدائها لليبيا لابد وأن يكون فيها ناس خيرين. يجب استغلال الفرصة في دولة الكويت ودولة البحرين ودولة مسقط ودولة عمان من دولة التجمع الخليجي وتوضيح الرؤية بمحاولة الضغط بأي صورة من الصور
على دولة الإمارات لترفع يدها عن هذا المعتوه هذا المجرم. أما ما يستجد من أحداث في المجتمع الدولي أنا أقول لك بكل صراحة. أما البعثة الأممية هذه يجب أن تغسل يديك عليها ولا تتوقع منها أي شيء يفيد ليبيا ولا يفيد العملية السياسية في ليبيا. أما الدول الثانية نحن دولة منفتحة مدنية شفافة ليس لدينا إرهاب ونتطلع إلى بناء دولة ديمقراطية نتعامل مع جميع دول العالم ما دام احنا عندنا سيادة واحترام قوي. طيب دكتور إبراهيم كرشمان نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أنا أعود إليك سيد عصام الزبير. سيد عصام كنت تتحدث قبل الفاصل عن رحيل غسان سلامة وباعتبار أنه مطلب حتى في المنطقة الشرقية صاروا ينادون به، لكن ولا ندري هناك لماذا ينادون به أصلا، لكن دعنا في أداء غسان سلامة. هو يصرح الآن تصريحات بعد الاتحاد الأوروبي أو بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي يقول بأن هناك من كان يتوهم بالحسم العسكري، وهذا الوهم الآن يقول كأن هناك الآن واقعية سياسية، صارت هناك واقعية والظروف والأجواء صارت جاهزة للعودة إلى التفاوض. أعتقد هو هذا التصريح الذي أثير في من قبل بعض النواب الذين في الشرق على أن لا وجود لسلامة وأنهم تضايقوا من سلامة، لأن عندما قال بأن الحل العسكري وهم وأن الخيار العسكري لإنهاء الأزمة في ليبيا هو مجرد وهم، خاصة بأن أسابيع مضت ولم يحقق هذا الخيار العسكري أي نتائج، ورأيتهم كيف كان اعتمادهم على الخيار العسكري وعلى تحريضهم وعلى تحريضهم على التدخل الدولي، وهذا من مجلس النواب ليس بغريب الذي في برلمان طبرق حقيقة، وكيف أنهم حتى بعد الاعتداء على العاصمة الليبية طرابلس كيف دعموا هذا الاتفاق هذا الاعتداء بحضور أكثر من 30 نائب وعقدوا جلسة حتى في بنغازي ليعطاها قوة أكبر لأنهم قريبين من المشهد، وأنهم تحولوا إلى بنغازي بعد أن كانوا في طبرق وهو مقر مجلس النواب الذي يفترض أن يكون. لكن أنا أقول لك صفعات هي يجب أن تكون قوية سواء لسلامة أو لغير سلامة. الصفعة القوية لسلامة هي يجب على أولا أن السراج أن يحدد مواقف سلامة وأن يحدد مهامه، عليه أن يمنع عليه الاتصال مثل ما حدث عن طريق السيد نوري بوسهمين أمين مؤتمر الوطني الحر عندما قال له لا يمكن التحدث مع لكوبلر، وحتى اليوم كان يحاول أن يشق الصف عن طريق استمارة بعض أعضاء القيادات العسكرية والاجتماع بهم في تونس وإغرائهم والدفع بهم إلى شق الصف مثل ما حدث في فجر ليبيا وبعد فجر ليبيا، وهذا يجب الآن أن يوضع له حد لأنه هو ليس لديه التعامل مع هذه الأطراف، هو يتعامل مع الدولة الليبية في شأن فني ومشورة وفي دعم فني، ولذلك هو استغل هذا الموقف قبل عملية الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس وأصبح كأنه رئيس ليبيا وتصرف كما يريد، ولذلك بدأت الآن الأطراف عديدة بدأت تتساءل عن تواجده خاصة عندما حدث الاعتداء وهو وسكرتير الأمم المتحدة موجودين، ولذلك حتى سعيه إلى إيقاف الحرب هو مطلب مثل ما تحدث السيد إبراهيم بأن حفتر طلب منه الآن أن يستمع إلى الأوامر حتى سلامة يستمع إلى الأوامر، وأقولها بصراحة لأن لا هذا الذي يفعله سلامة ليس ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة وليس ضمن مهام الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة واضحة تحقيق السلم والاستقرار في الدول وحماية المدنيين، هو لا هو ولا سكرتير الأمم المتحدة سعى إلى ذلك بل رأى الهجوم وساوى بين المعتدي والمعتدى عليه، بل أنه أدخل في العملية التفاوضية عسكري متمرد مع سلطة مدنية، وهذا لم يحدث إلا عندما تبدأ يتعامل كأنه معارض ولا يتعامل كأنه شخصية للحل، وأستغرب في ذلك حتى في أرجعوا لاجتماعات الأمم المتحدة وأرجعوا إلى تداولاتها في التفاوضات لا يكون بهذا الشكل ولا يكون بهذه الوضعية أن يوضع عسكري مقابل مدني وأن يتم التعامل معه على أساس حل الأزمة. العسكري يوضع في وضعه كقوة عسكرية، وهذه القوة العسكرية لها مهامها حماية القانون وحماية نظام الدولة، لكنها لا توضع بعملية إرهاب الدولة مثل ما يحدث الآن، ولذلك سلامة ليس له وجود في أي شيء. ماذا فعل سلامة عندما أتى؟ لم يحقق الاتفاق السياسي، لم يحقق حتى بنوده، ولم يعمل حتى على
آلية عمل الاتفاق السياسي، حتى الآلية التي أتى بها من خطة العمل التي أتى بها لم يحققها. هو ما سعى تحقيق أهداف حفتر في الوصول إلى السلطة والتغاضي عما يفعله حفتر، لم يستنكر ما حدث في مثل سابقيه في قنفودة، ولا ما حدث في بنغازي من تدمير، ولا ما حدث في حصار درنة بالرغم أنه حصار مدنيين، بل أنه يؤيدون هم الحصار على أساس أنهم يكفون شر درنا الإرهابية من المناطق الأخرى. ولذلك ما هو وجود سلامة في هذه العملية حتى الآن بعد خمس أسابيع عندما علم بفشل خيار حفتر، ظهر وقال بأن الخيار العسكري وهم. أين أنت الخيار العسكري قبل هذه الأسابيع؟ أين أنت عن الخيار العسكري عندما هو أتى ليعتدي على عاصمة مدنية بها أكثر من 2 مليون نسمة؟ أين أنت من عملية حظر السلاح الذي أتى جديدا؟ الآن عندما يسمعون بأن هناك قد تعقد صفقات مع تركيا، بدأ حتى الاتحاد الأوروبي يتكلم عن حظر السلاح. صباح الخير، وين حظر السلاح قبل؟ أين كيف وصلت هذه السيارات؟ كيف وصلت الذخيرة المصرية؟ كيف وصلت التايجر؟ كيف وصلت هذه الآليات العسكرية إلى ليبيا؟ وكيف استلمها حفتر؟ وكيف عملت بها حتى وصلت إلى الجبهة وتم أسر هؤلاء أمامك يا سيد غسان ويا سكرتير الأمم المتحدة؟ رأيت كيف تم أسر هؤلاء الذين هم أغلبهم أطفال مجندون، وهذه كارثة حتى في سمعة الأمم المتحدة عندما بداية الاشتباكات، وهم حاضرون كيف أنه تم أسر كتائب الزاوية الذين في بوابة 27 من سلاح ومن أطفال، ولم يتحدث الأمم المتحدة ولا الذين مسكين بالملف الليبي ولا الدول العظمى في مجلس الأمن حقيقة، بل انقسموا بل عملوا على إزادة أمل الأزمة من أجل استنزاف القوة التي موجودة في طرابلس وبالذات قوة فبراير والقضاء عليها والقضاء على حفتر، وبعد ذلك يدخلون بمؤامرتهم التي هي ضمن صفقة القرار. أنا أقول لك أعول على سواعد أبنائنا الذين هم حقيقة موجودون في ميادين القتال، وأعوض على الأحرار الذين هم يدفعون بالملف السياسي الليبي سواء كانوا وزراء أو سواء كانوا حتى بعض الشخصيات، وأعول على الإعلاميين الذين منهم قناة التناصح لأنهم يدفعون بالتوعية وبمعركة العقول والتي نحتاجها الآن، وهي التي ستغير. والتحية والحقيقة للشيء الكبير الذين هو المفتي الجليل الصادق الدكتور الصادق الغرياني لما يسدي به من نصائح ولما أعطى به لبعض الذين كانوا ما دخل الدين في السياسة. هذه كانت قبل حتى عملية البنيان المرصوص عرف وين رأس الأزمة وعرف وين الكارثة الكبرى وين رأس الأفعى، لكن البعض بدأ يتحدث عن غوص الرمال وبدأ يستهزأ. الآن وقعنا في المحظور ووقعنا في الذي كنا نستهزأ فيها تلك السنوات الماضية لو اتبعنا هذه الأفكار ولو رأيناها في محمل الجد. سيد عصام داني، عود إلى سيد جمال حتى لو أطيل عليه. سيد جمال، الآن لو رجعنا إلى موضوع سلامة، الآن ربما بعد هذه الحرب وبعون الله عز وجل يتحقق الانتصار على هذه القوة الغاشمة، هناك مرحلة جديدة لها معطياتها أو لها ربما مستجداتها السياسية. هل ترى من المناسب بالفعل المطالبة بتغيير غسان سلامة؟ وهل في الإمكان أن تضغط ليبيا في هذا الاتجاه بحيث أنه لم يعد مرغوبا فيه في المشهد السياسي؟ الحقيقة أنا سأبدأ هذا، أنا استمعت إلى كلام الأستاذ عصام زبير والأستاذ إبراهيم وكلام كثير من النشطاء في مسألة عن غسان سلامة ومسألة أداء وكذا، لكن ينطبق علينا نحن على بلادنا وثورتنا بيت الشعر الذي قاله المتندي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. بمعنى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وموظفيها غسان سلامة والذين سبقوه، هذا أمر يعني بصراحة مع احترامي للجميع لأني أضع نفسي في مكان السيد سراج وبشاغة وكذا، حتى لو رفضوا غسان سلامة وقالوا هذا شخص خلاص استهلك وغير مرغوب فيه ومهوش نزيه، بيجينا موظف آخر نحن لا نعرف، والإمارات ستتواصل معه والسعودية وغيرها وفرنسا، فالمسألة خطيرة. لقد رأينا اليون
وهو يعني عميد الأكاديمية الدبلوماسية للإمارات ويتقاضى بمرتب ضخم بالعملة الصعبة وأنه مجند. في البداية قلنا كلاما طيبا عن غسان سلامة باعتباره رجل نصراني محايد مثقف عند جنسية فرنسية، أستاذ في السربون، وزير ثقافة في لبنان، وحاولنا أن لا نستفزه هو كذا وتعشمنا فيه الخير. ولكن للأسف الآن تكشفت لنا أمور من مدة. رقم واحد، هو كان وزير ثقافة في حكومة الحريري، والحريري مواطن ينقسم إلى جزئين عند ازدواجية الولاء عند الجنسية السعودية، يعني مسألة خطيرة جدا. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه فرنسا معادية لنا وأقصى مع حفتر، وهو يحمل الجنسية الفرنسية ويدرس في سربون، وهي أعرق جامعة فرنسية في فرنسا، وبيته في فرنسا وأسرته في فرنسا، والآن وهو في عمره، هو أعلن أن عمره 67 سنة، مستقبل حياته سيكون تقاعد وأموره ستكون في فرنسا. ثم خرجت منه زلة لسان في لقائه مع الجزيرة أربكتنا، جعلتنا نزداد شكا وارتيابا فيه. قال أنا مش موظف الأمم المتحدة، أنا رجل متطوع. الموضوع خطير، نحن نخشى أن يكون قد كلفته دولة ما معادية، الإمارات السعودية، بأن وكلمت الأمم المتحدة وفرضوه علينا. لكن الموضوع يجب، نعم نحن يعني المؤمن كيس وفطن، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ويجب أن ندافع عن مواقفنا. ولكن أقول أنا باعتباري رجل يعني أقول أن السياسة فن الممكن، وأن الأمم المتحدة أمر واقع وموظفيها أمر واقع، ونحن نخشى أن يأتي شخص آخر أنتن من غسان سلامة. لكن يمكن أن يوضع في إطار المهام المعلنة لبعثة الأمم المتحدة. نعم، مثل ما قال الأستاذ عصام زبير، تركيا يتحرك كما يشاء، يتحرك ويجتمع هنا وهناك ويذهب و ثم في نقطة يجب أن نقولها، نحن السيد سراج كان يمثل كما قلنا الحمائم، وكل ما ينتقد يقولون دافع عن ليبيا، أنت كذا، أنت الآن مكلف دافع عن العاصمة، الدفاع عن العاصمة، راهو ماهوش على عتبات العاصمة، ولكن هناك في الجنوب في المنطقة الشرقية يجب أن تتحرك يعني في الاستراتيجية. إذا لم تذهب إلى العدو تذهب إليه، سوف يأتي إليك، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب، دل قوما يعني قعدوا في أماكنهم، بقوا في أماكنهم حتى غزو، كان دائما حتى جاءهم الغزو كان دائما غسان سلامة يرد علينا ويقول أني حكومة نفاق وأني كذا، مانيش حكومة حرب وكذا. السراج يعني. السراج سيد السراج يقول دائما أني حكومة نفاق وأنا مش حكومة حرب، ويجب أن يعني ويقول تحت يعني وراء الكواليس، يا جماعة خلينا نستوعب وحفر بأن مدعوم إقليميا ما ندروش عليه لمرحلة معينة. ولكن هناك رأي حازم كان يقوله الشيخ الصادق، وسخر منه بعض السافة حتى من رجالات فضغاية. أنا شخصيا لم أكن مع هؤلاء الساخرين، ولكنني كنت أمارس شيء من الواقعية، بأن شيء من الواقعية، واختلفت حتى مع الشيخ الصادق في هذا الرأي، ولكنني أقر وأعترف كمواطن ليبي ورجل من رجالات فبراير ونص سياسي بأن رأي الشيخ صادق هو اللي كان على الصواب، والناس كانوا يعتقدون أنه رجل فقيه فقط، ولكنه شخصية وطنية ومن رجالات فبراير ويستشير ورآه وقال المعركة هناك، يجب أن تذهبوا وزايدوا عليه. والآن اللي قال كله وقفنا عليه، صحيح الكلام هذا، يجب كل رجالات فبراير محترمين من الساسة من كذا الذين يجب أن يعتبروا الشيخ صادق ويعترفوا بآرائه النيرة المحترمة وتطاول، حتى بعضهم تجسر وتطاول عليه وقالوا أن يجب أن يترك السياسة ويتكلم في الدين. نشكرك سيد جمال عبد المطلب المحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أيضا نشكرك سيد عصام الزبير الكاتب الصحفي والإعلامي على مشاركتك الطيبة، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون. لازلنا معكم لنستكمل هذه التغطية بعد قليل.
رمضان يا